تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت اللي لازم تشتركوا فيها الآن. كرة القدم من دون جمهور لا تساوي شيئا، هذه يافطة رفعها كثير مشجعين لما كانوا يحتجوا على ارتفاع أسعار التذاكر. فالجمهور هو الروح، هو الشغف، لكن الظروف للأسف فرضت علينا نشوف كرة القدم من دون جمهور لما يزيد عن سنة، والحمد لله اللعبة قدرت تعيش، وإن شاء الله قريبا راح نشوف الجمهور بيرجع. بس لتلك اللحظة اللي حنشوف فيها الجمهور بيرجع، أكيد ما فينا حدا بينسى احتفال ليونيل ميسي الشهير مع جمهور برشلونة بعد ما سجل هدف الفوز بالكلاسيكو، لما رفع قميصه واحتفل. وما بننسى أيضا رد رونالدو عليه لاحقا برفع القميص بعد صاروخية فجرت مرمى برشلونة في السوبر. هالأحداث ما عادت ممكنة لما يغيب الجمهور، فكيف تغيرت احتفالات اللاعبين نتيجة غياب الجمهور؟ صحيفة البايس الإسبانية قامت بتقرير جميل رصدت من خلاله هذه الحالة، قابلت لاعبين إسبان وسألتهم عن الوضع. جميعهم اتفقوا إنه الاحتفال فيما بينهم ظل نفس الشيء، إله نفس الشعور والحماس والسعادة، لكن هم قالوا أيضا إنهم فقدوا الجمهور، وقالوا ما معنى الاحتفال بالهدف له شقين، شق مع الزملاء وشق مع الجماهير، وعندنا الآن نصف ضايع. فشو عملت إسبانيا عشان توفر النصف الثاني الضايع؟ الحل كان بفكرة اسمها كاميرا الجماهير أو الفان كام، اللي أخذتها الليغا من فكرة في كرة القدم الأمريكية. فوضعوا كاميرا واضح جدا إنها هاي حتبث للجماهير لحظات الاحتفال، فاللاعبين صاروا يروحوا لهذه الكاميرا لما يسجلوا ويحتفلوا من بوابتها، فبتشوف الفرح هناك، الصراخ هناك، إرسال القلوب أيضا هناك، ليكون الجميع عايش نفس الجو. هذه الكاميرا بدأت من إسبانيا والآن انتقلت لأكثر من بطولة في أوروبا عشان تخلي اللاعب يحتفل مع المشجع ولو على الأقل من خلال العدسة. كثير أمور حتتعلمها كرة القدم صراحة بسبب كورونا، بسبب ابتعاد الجماهير. يعني شفنا تكنولوجيا صوت الجماهير اللي هي فعلا بتأدي شيء جيد جدا في الكرة الإسبانية وفارق للغاية. كثير شفنا أشياء عم بتعلموها اللاعبين بتعلق ربما حتى بنظامهم الغذائي، بالنظام التدريبي، ربما بعض الأمور كانت تعمل وليس لها معنى الآن انتبهوا لها الناس، بعض الأمور كانت ضرورية ولكن كانت مهملة الآن أيضا الناس اهتموا. أعتقد كثير كثير من صناعة كرة القدم هتتغير شكلا وروحا وفلسفة لما ترجع كرة القدم 100% بفلوسها كاملة، بجماهيرها كاملة، باهتمامها كامل، وبسهولة التنقل حول العالم إن شاء الله قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله.